السلام عليكم احبائي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. جيسبر تكونوا كامل بخير بصحة جيدة، ومام طول المورال تاعكم تاني يكون بيان. وش راكم مع شعبان؟ وش راهم صايمين؟ وش راهم ماشي صايمين؟ راكم واجدين اليوم حنديكم الواحد سوبيرات اللي عجبتني بزاف بزاف بزاف. واسعة وفيها كلش وكلش مستف جديدة، حلت غير كيما، وفيها بزاف لي بروموسيون كيما راكو تشوفو. واش قدرت في الميت سينو مقتطفات فقط. قضينا شوية وشيت هادي تاع الماكياج، لقيتهم عندها شيتها شوية رخيصة، مو فانسيبها دايما غالية. كي لقيتها عندهم شريتها، وكنت هنايا نبرز شوية ماكياج تاعي حيتو كاع مغجر، وانايا كنت يعني لحقت شوية روطار للدار، وكنت ما عندي شربه، ما عندي والو، يعني تسمى كلش اليوم حنديرو. دونك باكليت برك في هاد في تستاف، كنت مباكلين، حطيت برك واش كاين واش ما كاش. درت لي فرماج توجور نحب نشوفهم قدامي، دايما نديرو في هاد الكازي هدايا باش يبانوا لي. ولا موطار دي تو، كنت عارفه باكم قرب رمضان، دونك نسي دايما نشري كي يكونوا هكذا دي بروموسيون شابين، ماذا بيا نشري نوجد. يعني ماشي ما قال يكون بداهم، ما نكذبش عليكم، كي نسيب حاجه واجده في الفريجيدار نبداها، صوف الحام وهذاك ماذا بيا ما نتوشيهش كامل. دونك نفرزو شويه هذا ماخ الحام والدجاج وكامل. تشوفوا هنايا شريت مام شويه فريك، حبيت نسيه، انا ما نعرفش بزاف الفريك، يعني ماذا بيا نسيه بتيت كونتيتي. ومن بعد هذه هي اسم تاع لا سوبيرات شوبي وان اسمها، جايه في لا كونكورد وعجبتني بزاف. روحوا سيو تشوفوا لي بروموسيون تاعهم، تشوفوا السلعه تاعهم هايله. عليكم كي تكون كي يكون تجديد دائما كيما هاد لي بيس، عجبني بزاف شميتو تما تاع الحوت بواسون هايل، عجبني شميتو هايل، ما فنستعملو. وهنايا الدجاج ابار، يعني جبت نص مشوط ونص منحين. الحاجه اللي واحد يقدر عليها ينحيها من الطريق كيما الثوم، لقيتها في طريقي شريت شويه باسكو فريمون خلصت لي، وشيت شوية لحم شوية دجاج. أرواحي كان لي ريحته شوية دجاج، يقعدوا ديور نحب نشريهم دايما نجدد كل يوم شي طزينة ولا كي تخلص. ان شاء الله نصومه بالصحة والهنا كاع كيف كيف. انتو كاسيام هاد اليامات والله ما راه واعر، يعني ما نكذبش عليكم. دونك البنات ستفت كلش، كان تاني تشغالي ملابيتي شوية مرقاز اللي نسحقوه بزاف نحبه في رمضان، شوية هيدا في البيتزا شوية كنت تعرفوا دي ميني بيتزا، دونك نسحقوه كونجليتو تلاتة هكذا. ودو كان بدا في الفلاشة ديالي ولا الفطور ديالي كيما راكو تشوفوا، شوية توم شوية عقاقر، عندي لي شامبينيون، حبه بطاطا، زوج حبات بصل لاباس بيهم، والحبه هذيك ابار يعني نخليها ولا نص، يعني زوج حبات ونص، شويه فرينه شويه فلفل كحل ملح. ورانا حصلنا على اون سوب قادرين تستغناو على الدجاج، لا سوب فولفي هادية ولا تعرفوها ما يديولهاش الدجاج. اليوم سيتها بك بالدجاج، حبيت نسيه مي ما نكذبش عليكم، يعني موافه تجيني رايعه بلا دجاج، سما ما كان لها تيرو بجد. هاي البنات دوكا نقطعو البصل كيما راكو تعرفو، يعني كي يطيب حنرحي كلش، يعني ما يهمش كيفاش حنقسم البصل تاعي. برك ولا كنتي مزروبه قطعه صغير باش يتقلى لك بيان تمتم غابيدمون. حطيتو داخل لا مارميت تاعي ولا كوكوطه ولا عبيش حتستعملي، وين جات نديرو شويه زيت زيتون ونزيدو نديرو توم تاعنا ونخلوه يتقلى، نديرو شوية ملح وشوية فلفل كحل. البصلة الأخرى الصغيرة خليتها أبار، راح ندير بيها كالكو كيش هكايا اللي حتشوفوهم معايا تاني.
على الديرنيير مينوت، يعني على الديرنيير مينوت قررت نديرهم. ندير شويه زيت زيتون، نحبها شويه صحيه على جال بابا دائما نبعتلو، دونك يحب الصحي كما كنتو عبالكم شاك فوا. درت شويه ملح ونخليه يتقلى. نروح نقطع لي شامبينيون تاعي. بون البنات انا مولفه نقطع كاع لي شامبينيون، بون سبقت في الثوم هنايا، اما لي شامبينيون قطعهم ولي يجوا شابين نقليهم ونخليهم ابار كي يطيب لاصوب تاعي نحيها، هما نحطهم هكداك دي بتي مورسو لداخل. مي اليوم نسحق اون كونتيتي كبيره وعندي شويه لي شامبينيون، دونك درتهم كامل ومن بعد ابخي نقلي الاخرين اللي راكو تشوفوا فيها هذيك. كيما كنت قلت لكم ديجا تقدروا تستغناو على الدجاج، يعني ما تجيش ليس بزاف، ماذا بيا ما ديروش الدجاج خير. درت حبه بطاطا قطعوها قطع يعني ماشي كبار هكذا يا رقاق، ونقلي بيان بيان بيان. هنا ما نغطيش كامل القدره تاعي كامل، نخلي البصل هذاك يخرج كاع وسمو تاعو، وندير الملح ما ننساش. نديرو شويه فلفل كحل، انا هنايا ما كترتش، هي تحب لا نوت بوسكاد يعني ما تنساوهاش، و توم ساش ولا هذه لانوت بوسكاد مع شويه عقاقير تاع الدجاج. واللي ما فتستعمل جامبو تجي تاني تمليحه بزاف بالجامبو خروف مرقي بالماء تاع الدجاج. فوالا نخليه يتقلى بيان ونكمل نقطع لي شامبينيون تاعي. في جهة اخرى البنات او فيغ ميزور نحط الماء يتقلى باش بلوتو يتغلى باش نمرق به ونربح الوقت. نكمل نقطع لي شامبينيون تاعي، والمرحله تاع لي شامبينيون كي تحطيهم تاني بالاكيت منقيق قبل ما ما يتبالو كامل قبل ما يتقلاو، سينو ما تجيش بنينه فريمون. دونك التقليه تاع الشامبينيون تاني عندها دور مهم. في جهه اخرى البنات سخنت بيان المقله ديالي وحطيت لي شامبينيون تاعي يتقلاو بشويه تاع زيت ولا زبده كيما حبيتو. وشنو انا لي شامبينيون هادو ما راح نعقرهم بيان، درت شويه نوت بوسكات شويه فلفل كحل وشويه عقاقر ماشي شويه كثرت شويه تاع الدجاج تاع دجاج تعرفوهم كامل يجي بنين بزاف بزاف بزاف. ونزيد نرمي لها حبيبه تاع الثوم هكا يعني نعبزها شويه ونحطها لداخل ونخليهم يتقلاو تخي بيان. يعني هاد الوصفه لمحبي لي شامبينيون كيما انايا يعني نحبهم بزاف، فيهم جو هايل سوتو دوك جدد هذوك اللي يجوا يجوا بنان بزاف مام ملح بزاف لا سونتي. كي نشوف البطاطا تاعي بدات تتقلى معناتها معناتها لي شامبينيون تاعي دخلهم التقليه تاعي تاعها، دونك نمرق كيما راكو تشوفوا نخليها تبقبق شويه. ونروح نسخن شويه حليب باش نزيد نديرها. هنايا استعملت كاس برك حليب، فوالا كاس كبير شويه يعني كاس حليب، وعلى ما اظن واحد لتر تاع ماء وخليته. وفي هذيك لابا اللي درت فيها لي شامبينيون نحيتهم وحطيت شويه دجاج وبصل كيما راكم تشوفوا باش نديروا ال
لي كيش تاعنا. هنايا البنات دوكا شويه فرينه باش نعقد لا سوب تاعي، ونبدا نحرك ونخليها شويه ونعاود ونخليها شويه ونعاود حتى نشوفها بلي جمدت شويه. وراني مع المقله لي منايا غوفيغ ا ميزور، عليكم ماني نسوفري بزاف، كاني فيلمي بيد وحده ونخدم بيد وحده. توجو نقول نشري هذيك نشري هذيك ننسى، كل ما نخرج نقول يا ربي واش قلت لازم نكتبها باش نفابورتو قبل ما يجي رمضان ان شاء الله. هاي البنات تلحيت كلش، خليتها تريح شويه، وكيما راكو تشوفوا هنايا زدت رميت لها حبه مرقازه وجدت السلق كيما راكو تشوفوا مقطعو صغير. انا ما نستعملش هذوك لي تيج بزاف، الكبار هذوك الكبار نحيهم سورتو في كيكون مزروبه هكذا. هنا كان قريب بيأذن سي بون، لازم نحط لي كيش تاعي طيبو وخرجوا لي بنان بزاف بزاف بزاف. مي اليوم تريشيت كي كنت برا شريت دي كيش واجدين، دونك كي جيت للدار درت غير لا فارس وحاله حاله حاله ما نكذبش عليكم. دونك هذا رمضان جاب لي ربي حنجوزها كاع هكذايا، عجبوني وعلاش ما نشروهمش واجدين يا اختي. انايا لي زارتيزون هادوما كامل نشجعهم ربي يوفقهم كامل ونعاونوهم، ماشي كل يوم نطيبهم في الدار نكذبش عليكم مع الخدمه وكاع والله ما نلحق. مام بلا خدمه ماذا بيا نريح من داك. شوفي دي لاباط طيبيها تعاودي تنحيها تجيبيهم واجدين، جو بريفير دي فوا ولا غير واحد يريح شويه مع هاد لي باتيتو. ومن بعد كي تقلت ملاح كيما راكو تشوفوا حطيت السلق تاعي. انا هنايا استعملت ربطه باش نحي لها ديك الريحه تاع السلق بزاف، زدت لو فو تري بيان، وعلى بيها زدت حبه مركزه باش ما يبانش كاع السلق تاعك ويعطي لك واحد البنه. واش نقول لك كيما راكو تشوفوا دوكا راح نستعمل العفسه اللي يديروها برا، ولا كيما يقولوا الوصفه يعني اون بتيت استوس اللي يديروها برا تاع الفارينه باش لاصوص هذيك ما تنشفيهاش حتى تنشف كاع، وما طون تزكيها كي دير شويه فارينه تولي اون ديغي اون بتيت بيشاميل، فهمتي؟ ميم كي طيب راح طيب بيان طيب شي روحها. درت جوج حبات بيض وخلطت، وكما كنتو شفتو الفرماج بلون يعني متواجد في الدار. انا عندي هذا فريكو دوك نقطعو نسقمو ونسكرفجو ونديرو لداخل وندير شويه من الفوق هذيك كيما راكو تشوفو هنايا. دوكا غادي نحطهم ونعمرهم لداخل، وما تنساوش لا كريم فريش جو ميكسكيوز ما قلتهاش مي بالك شفتوني درتها في زوج في هاد الزوج الاطباق درتهم، يعني عندي وحده استعملتها النص لا سوب والنص لهاد لي كيش، مي خرجوا واحد البنه واش نقول لكم. لا بواط كانت مرتير كانت بنتي رماتها، دونك ابري نعاود كي نشد لا مارك تاعهم راح نعاود نقولها لكم باسكو عجبوني بزاف بزاف بزاف. فوالا نعمرهم بيان ونرميهم داخل الفرن شعلت له من الفوق ومن تحت وخليتهم يتكواو ويتحمروا بيان من الفوق. ومن بعد كي ادن ما نكذبش عليكم خرجتهم وحطيتهم هكذا كيما يلا شوفوا معايا لي كيش كيفاش خرجوا. والفلفي تاعي راه واجد نقدمو على هاد الشكل، جا بنين تاني ما شاء الله. والله هذا رمضان باذن الله ما نجوزهاش غير شربه شربه، باسكو شاك رمضان نقول ما نديرش ديوم شربه، من بعد نصيب روحي درت يا شربه يا حريره. مي هاد المره ان شاء الله ندخل مام هاد لي سوب كامل باش الواحد ما يعياش، و ميم طون شتو كي كيتبدلو ولا غير مليح ما ملكرش حاجه ما فيهاش هكذايا لي زاسيد وكامل مليحه بزاف. دونك هيا البنات نتلاقى في فيديو جديد ان شاء الله، ان شاء الله يكونوا هاد الوصفات عجبوكم، وماذا بكم تخلوا لي لايك كومونتير. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.